فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بامرأة أخرى أنه قال: لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. نعم، لأن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك وأنكر على علي هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.